المباراة وحتى التتويج هنا في صالة المقاولون العرب. إيس موجود يا ولد، كمان مرة كمان مرة الفعالية الأهلوية، والكسر يأتي على أرض الملعب. وبرضو أحمد صلاح عبد الحي، قصة عالمية في عالم الكرة الطائرة الأهلوية والمصرية بالتأكيد، كبير تقيل، أفضل ضارب في مونديال كأس العالم باليابان 2011 لو تفتكروا، وكرر السيناريو من 2003 كده، قصة هو وعبد الله عبد السلام، حكايات حكايات نتكلم عنهم لأيام. سال تقيل قوي، عفيفي يستقبل بصعوبة، إعداد فتحي محاولة لإسقاط عبد الله، يا ولد قراءة أوت أوف سيستم، لكن مرفوعة حلوة، سعيد يعرف يخلص، يعرف يخلص، يا ولد يا ولد، المطرقة من 4 في 5، الكروس كورت المعمول زي ما الكتاب بيقول، هنا أمامنا الظهور بفعالية لسعيد، ومن جوري السعيد يسعد، قصة وحكاية ورواية، أحمد سعيد يحط المطرقة لتوجع من جديد الملعب الزملكاوي، والأفضلية أهلوية على أرض الملعب.